بنرحب بكم مرة تانية مشاهدينا، هنتواصل معكم والمرة دي فقرتنا عن الصحة، هنتكلم عن الإسعافات الأولية مع دكتورة شذا. تعالوا نشوف نصيحتها اللي هتقدمها لنا هي شنو. تفضلوا. أعزائي المشاهدين، الليلة فقرة الإسعافات الأولية هنخصصها للأطفال اللي هم شباب المستقبل وهم عماد الوطن اللي قدام إن شاء الله. الطفل بيحتاج لاهتمام ورعاية أكثر من الشخص الكبير لعدم إدراكه بالحاجة اللي حوالينه وعدم إدراكه في مصلحته والما في مصلحته. طيب أنا بدوري لازم أأمن المنزل، يعني أبقى حريصة إنه مثلا الترابيز، السراير، الحواف بتاعتها تكون مدببة على أساس إنه إذا كانت حادة ممكن وهو متحرك بيجري أو ممكن يبدأ يمشي يضرب بيها. أكون حريصة على إنه أي قطعة بتاعت زجاج ما أحطها في الترابيزة إذا كان عندي طفل في بدايات حركته أو طفل يا دوب بيحبي وبيحاول يمسك أو إذا كان عندي طفل سريع الحركة وما قادرة أنا أسيطر عليهم. الحاجة برضو المهمة إنه نركز إنه الأبواب تكون مؤمنة، إنه البلكونات تكون سيف على أساس إنها تكون أعلى من مستوى الطفل أو ما يقدر يطلع فوق من عليها. بعد ما نعمل الحاجات دي تاني برضو أدي رعاية أكثر للطفل البحبي على أساس إنه أخد سجاد في الحتة البحبي فيها إذا وقع ما يعني ما يتضرر أكثر، لو وقع على السجاد ما زي لما يقع على البلاط أو على السيراميك، أو ممكن أحط له قطعة بطانية تقيلة أخليه يحبي عليها. طيب إذا كان عندي طفل لقيته فاقد الوعي وأنا ما عارفة السبب شنو، الحاجة اللي هعملها هرقده على ظهره هذا الطفل وهحاول أرفع ساقينه أعلى من مستوى جسمه ووديه للطبيب أو أطلب الإسعاف. طيب إذا كان عندي طفل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة ودي حاجة بتحصل كتير، أهم حاجة يا جماعة في صندوق الإسعافات الأولية إنه نخد خافض حرارة للأطفال عشان الحرارة ارتفاعها قد يؤدي لحدوث تشنجات وما من مصلحة الطفل إنه يحصل له تشنجات في مراحل نموه الأولية لأنه التشنج بيؤثر مباشرة على ذهنه. طيب إذا لقيت إنه عندي طفل مصاب بحرارة الحاجة اللي هعملها مباشرة أخذت له خافض حرارة والأسرع إنه يكون عن طريق التحاميل اللي هو ممكن أخذ بنادول وممكن أخذت له أي نوع من التحاميل خافضة الحرارة وكمان ممكن أشربه شراب. طيب هعرف كيف بالثيرمومتر، عندي نوعين من الثيرمومتر، واحد بيستعمله عن طريق الفم أو عن طريق الشري، وأحاول أخذته في منطقة باردة ممكن أعمل له مكمدات. طيب بعد كده أكون ما أكتفي لأنه الحرارة في حد ذاتها عرض وليست مرض، لكنها عرض يؤشر إلى أنه في سبب، يعني في مرض معناته هأمشي للمرحلة اللي بعدها أنه أمشي أشخص وأودي للطبيب وأعرف السبب. ربنا يحفظ الأطفال، إن شاء الله تكونوا استفدتوا الليلة، نرجع تاني للاستوديو. نشكرك دكتورة ونتمنى التوفيق ونتمنى السعادة والصحة للجميع. من حلقتنا الليلة اللي تكلمنا عنها عن العادات السودانية والتقاليد، كيف إحنا ممكن ندعمها باستخدام التقنيات الحديثة وكيف ممكن ما نعتمد عليها أو نتكل عليها ونعتمد بالتأكيد على التواصل الشخصي ما بيننا وبين كل أهلنا ومعارفنا. علشان نحقق التواصل ده ممكن نستخدم التقنية بشكل تخدير زي ما ذكر أستاذ محمد.